السابعه في العاصمه طرابلس حياكم الله واهلا بكم الى هذه النشره من ليبيا لكل الاحرار والبدايه بالعناوين. مقتل سته عناصر من قوات الصاعقه واصابه اخرين في الجوارشة وشورى بنغازي يؤكد تنفيذ طائره فرنسيه دون طيار عده غارات جويه على منطقه جنفودة والحظيره الجمركيه. هدوء حذر في جميع محاور قتال ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت وبلد المدينة يصرف أكثر من مليونين وستمائة ألف دينار للأسر النازحة الولايات المتحدة تشدد على ضرورة دعم حكومة الوفاق لتجاوز التحديات الأمنية خاصة منها خطر ما يعرف بتنظيم الدولة وايطاليا تقول انها تعمل على تشجيع الحكومه على تشكيل الحرس الرئاسي اهلا بكم الى التفاصيل، اكد مصدر من شورى بنغازي مقتل عدد من قوات عمليه الكرامه وجرح اخرين في اشتباكات عنيفه جرت يوم امس بالمحور الغربي للمدينه. وقال المصدر لقناه ليبيا لكل الاحرار ان عنصرا من قوات المجلس قضى في اشتباكات البارحه نتيجه قصف جوي لطيران اجنبي بصواريخ موجهه، مضيفا ان قوات الشورى صدت محاوله تقدم كبيره لقوات عمليه الكرامه في اكثر من محور. واشار المصدر نفسه الى ان قواتهم تمكنت من إعطاب عديد الأليات والمدرعات التابعة لقوات عملية الكرامة مؤكدا استهداف قوات المجلس لدبابة من نوع تي خمسة وخمسون حسب قوله من جهته قال الناطق باسم قوات الساعقة التابعة لقوات عملية الكرامة ميلود زوي إن ستة عناصر من قواتهم قتلوا في الجوارشة يوم أمس إضافة إلى إصابة آخرين موضحا أن القتلى قضوا نتيجة انفجار ألغام أرضية ونفى زوي في اتصال هاتفي مع قناة ليبيا لكل الأحرار خبر سيطرة او سيطره قواتهم على بوابه الجوارشه مشيرا الى انهم حققوا تقدما بجزيره الانابيب وعمارات الجوارشه الملونه ومنطقه الجيله هذا وقد فند الناطق باسم قوات الصاعقه كل الاخبار المتداوله حول اصابه امر قواتهم منيس خماده مؤكدا انه بصحه جيده من جانبها حذرت قوات الصاعقه المواطنين في مدينه بنغازي من الدخول الى المناطق التي تمت السيطره عليها من قبل قواتهم في المحور الغربي للمدينه واوضحت قوات الصاعقه على صفحتها الرسميه ان هناك عديد الالغام والمفخخات الارضيه المزروعه بمناطق الاشتباكات الامر الذي قد يشكل خطرا على حياه المواطنين هذا وكان الكثير من المدنيين قد قضوا نتيجه انفجار الغام ارضيه سبق وان تم زرعها بمحاور القتال في مدينه بنغازي. الى ذلك قال مركز السرايا للاعلام النافذه الاعلاميه لمجلس شورى بنغازي ان طائره فرنسيه من دون طيار نفذت اليوم ثلاث غارات جويه على منطقه جنفودة والحظيره الجمركيه. وافاد المركز على موقعه الرسمي بالتليجرام أن قوات الشورى رصدت طائرة من نوع بريتادور وأخرى من نوع كام كوبتر بالتزامن مع تحليق طائرة حربية من نوع ميغ فوق تمركزات قوات الشورى بالمدينة وأضافت السرايا على موقعها أن طائرات أجنبية من دون طيار شنت يوم أمس 15 غارة جوية على مواقع تابعة للمجلس في المحور الغربي ببنغازي وذلك خلال محاولة التقدم التي قامت بها قوات عملية الكرامة هذا وأكدت قوات الصاعقة مقتل آمر صنف الهندسة العسكرية بالقوات الخاصة العقيد مصطفى المصدور أوضحت قوات الصاعقة على صفحتها الرسمية أن المصدور قضى إثر انفجار لغم أرضي بمحور الجوارش اليوم هذا وقال مصدر تابع لمجلس شورى المدينة أن الاشتباكات البرية متوقفة بالمحور الغربي لافتا إلى وجود تحليق مكثف من الطيران الحربي الأجنبي قال الناطق الرسمي باسم قوات عمليه الكرامه احمد المسماري ان القياده العامه لقوات الكرامه اصدرت اوامرها لجميع الوحدات العسكريه بالقطاع الغربي في مدينه بنغازي بالتقدم واستكمال العمليات القتاليه أوضح المسماري في بيان له أن قواتهم تمكنت من السيطرة على مصنع الأنابيب ومعسكر الأشغال العسكرية والطريق الرابط بين جزيرة دوران مصنع الأنابيب وبوابة الجوارشة إضافة إلى منطقة النجيلة والعمارات الصينية الواقعة بالمحور الغربي لمدينة بنغازي في غضون ذلك منع رئيس الأركان التابع لمجلس النواب عبد الرزق النضوري التظاهر بكافة أشكال داخل مدينة بنغازي دون الحصول على إذن خطي مسبق منه شخصيا وحذر الناطق الرسمي باسم قوات الكرامة أحمد المسماري كل ما يخالف هذا القرار لافتا إلى أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والأمنية فضلا عن الإجراءات الرادعة بحقه حسب قوله وكان مجلس النواب قد عين عبد الرازق النظوري حاكما عسكريا للمنطقة الممتدة من مدينة درنا شرقا حتى بن جواد غربا في ملف آخر قال الناطق باسم عملية البنيان المرصوص محمد الغصري إن جميع محاور القتال ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرت تشهد هدوءا حذرا وترقبا وأضاف الغصري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات البنيان المرصوص تحافظ على جميع تمركزاتها موضحا أنه قد تم تضييق الخناق على ما يعرف بتنظيم الدولة الذي يتحصن في الأحياء رقم واحد واثنين وثلاثة وأشار الغصري إلى أن أربعة مائة جريح على الأقل من قوات البنيان المرصوص يحتاجون إلى علاج خارج ليبيا قائلا إن البقية والبالغ عددهم الفا وخمسمائة جريح إصاباتهم بسيطة وقد غادر معظمهم المستشفيات قام المجلس البلدي سرت بصرف دفعة أولى من الإعانات المالية المخصصة للأسر النازحة إلى مناطق جنوب وغرب وشرق مدينة سرت منذ ما يزيد عن العام والتي تقدر بأكثر من مليونين وستمائة ألف دينار أوضح مصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المصارف التجارية تسلمت حوافظ الإعانات وقامت بإدراجها في حسابات أرباب الأسر حسب الكشف المرفق المعتمد من بلدية سرت والبالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف عائلة. أضاف المصدر أن المجلس البلدي يقوم بتجهيز قائمة أخرى من الإعانات المالية تستهدف قرابة ثلاثة آلاف وخمسمائة أسرة نازحة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للأسر النازحة من سرت وصل إلى ثمانية عشر ألف أسرة تقريبا. خلفت الاشتباكات العنيفه التي شهدتها مدينه سرت مؤخرا اضرارا اصابت المدنيين ومساكنهم وهو ما اضطرهم الى النزوح من مناطقهم بحثا عن اماكن اخرى اكثر امنا في هذا التقرير نرصد ما خلفته الحرب المستمره في ليبيا من تداعيات جسيمه على المدنيين وممتلكاتهم ركام هذا المنزل الذي انهارت اغلب اجزائه وما زالت بعض معالمه واضحه هي خير شاهد على ان الحرب لا تفرق بين موقع عسكري ومناطق مدنيه تقطنها عائلات كانت امنه قبل ان تقض مضجعها اله الحرب هذا البيت يلخص وضع كثير من المساكن المتضرره التي يحاول اصحابها العوده اليها بعد انتهاء الحرب ولكن وكما تنطق هذه الصور هذا المنزل لا يرغب اي شخص في العوده اليه. كانت المدينه امنه، دخلوا لهذه المدينه، قتلوا الاطفال والشباب، استباحوا الاموال، كانوا جاثمين على هذه المنطقه واليوم الحمد لله تحررت بفضل شبابها وكان الفضل للخيرين. على اثر تقدم قوات عمليه البنيان المرصوص في مدينه سرد ضد ما يعرف بتنظيم الدوله، تمكن صلاح محمد وابناؤه من العوده الى منطقتهم ومنزلهم السابق الذي كانت عناصر ما يعرف بتنظيم الدوله تحتله طيله الحرب حتى انهم تركوا ملابسهم بالداخل. المحتل من التنظيم ما يسمى بتنظيم الدوله وادعائهم الباطل. جو واحتلوا هذا المنزل واستباحوا أموال الناس وكان فرضوا على المدينه أشياء ما أمر بها الله من سلطان. تضرر المدنيين ومنازلهم من الحرب هي خسائر جسيمه يعاني الناس من تداعياتها على مر الزمن حيث أصبح ضمان سلامه الناس في هذه المناطق صعبا وهو ما يضطرهم إلى النزوح. فيما تبقى مساله تعويضهم مفتوحه على احتمالات عده نتيجه استمرار للشبكات وما تجتاحه اله الحرب من اماكن جديده ويظل الظلم والقهر شعور من مسه الضر من هذه الحرب في موضوع اخر قال مساعد كاتب الدولة الأمريكية انتوني بلينكن ان بلاده معنية بالتحديات الامنية التي تواجهها ليبيا خاصة منها ما يعرف بتنظيم الدولة مشددا على ضرورة دعم حكومة الوفاق الوطني في رفع هذه التحديات واضاف بلينكن في تصريحات لوكالات الانباء الجزائرية ان الولايات المتحدة تدعم الحل السياسي في ليبيا وليس العمل العسكري مشيرا الى ان كل ما انجز في ليبيا يكتسي طابعا طابعا سياسيا بحتا، واكد بلينكن ان اي عمل عسكري في ليبيا يجب ان يكون ردا على طلب من حكومه الوفاق الوطني قائلا ان الولايات المتحده مستعده للنظر في اي طلب تتقدم به الحكومه الليبيه في مجال التكوين والتجهيز والاسلحه. ان تشكيل حكومه الوفاق الوطني مهم جدا وانتقاله الى مقرها في طرابلس وشروعها في العمل من هناك يعتبر تقدما ايجابيا ملحوظا ونحن نحرص بالتعاون مع بعض الدول والحكومات على الا تذهب موارد الدوله في البنك المركزي او تلك المتاتيه من النفط الا الى هذه الحكومه ونحن نعمل على تشريك جميع الاطراف في المسار الليبي قال وزير الخارجيه الايطالي باولو جنتلوني ان بلاده تعمل على تشجيع حكومه الوفاق الوطني حتى تكون اكثر نشاطا خاصه فيما يتعلق بتشكيل الحرس الرئاسي الذي يعتبر نواه الجيش الليبي الوطني واضاف جنتلوني في جلسه استماع امام لجنتي الشؤون الخارجيه والدفاع في البرلمان الايطالي بخصوص ما يعرف بتنظيم الدوله في ليبيا اضاف ان الوضع ما يزال صعبا للغايه حسب قوله من جانبها اكدت وزيره الدفاع الايطاليه روبرتا بينوتي ان ايطاليا تتابع الوضع في ليبيا عن كثب قائله ان قوات البنيان المرصوص تقاتل بجد للقضاء على ما يعرف بتنظيم الدوله في مدينه سرت. هذا وقد اشار الناشط السياسي مفتاح لملوم الى ان ما ينقص كل هذه التصريحات الدوليه هو ترجمتها الى فعل مثل مساعده الليبيين في حربهم ضد ما يعرف بتنظيم الدوله وعلاج الجرحى. عادة الليبيين على ان يتولوا معالجه قضاياهم من خلال مساعده الغرب والاجانب لهم. السيد وينر والسيد جنتلوني وغيرهم الى حد الان لم نرى منهم الكثير. صحيح نحن فعلا نسعى الى ان ندعم حكومه الوفاق التي تريد ان تدعم نفسها هي الاخرى وتريد ونريده ان تواجه الحقائق الموجوده على الارض بجديه وبنظره ثاقبه وبقدره على ان تتفاعل معها وعلى ان تتخذ القرار وتنفذه قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد معزب إن المجلس الأعلى للدولة ناقش خلال جلسة اليوم استكمال عدد أعضاء المجلس وهم 145 نائبا حسب الاتفاق السياسي كما ناقش اختصاصات المجلس الأعلى للدولة وصلاحياته وأشار معزب في مؤتمر صحفي أن أعضاء المجلس المئة والخمسة عشر الحاضرين للجلسة قد اتفقوا على تطبيق المادة 21 من النظام الداخلي والقاضية بتشكيل لجنة للتواصل مع الأعضاء الغائبين وذلك لإقناعهم بالالتحاق بالمجلس وأضاف معزب أنه تم خلال الجلسة التباحث في اختصاصات المجلس الخمسة عشر مشيرا إلى أن أغلبها معطل بسبب رفض مجلس النواب تنفيذ استحقاق الاتفاق السياسي توصل مجلس الدولة بضرورة تطبيق المادة 21 من النظام الداخلي الخاص به مع تشكيل لجنة للتواصل مع هؤلاء الزملاء لمحاولة إقناعهم بضرورة مشاركتهم وأهمية مشاركتهم في المجلس الأعلى للدولة هذا وقد أفاد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد معزب بأنه تم خلال الجلسة التباحث في اختصاصات المجلس الخمسة عشر مشيرا إلى أن أغلبها معطل بسبب رفض مجلس النواب تنفيذ استحقاق الاتفاق السياسي جزء كبير من هذه الاختصاصات للاسف الشديد معطله لان هذه الاختصاصات لابد من المشاركه مع مجلس النواب مع المجلس الرئاسي فيها وانتم تعرفون ان مجلس النواب لحد الان ما زال معطل في التحاقه بالاتفاق السياسي نواصل تقديم هذه النشره من ليبيا لكل الاحرار وفيها بعد الفاصل لجنة رعاية موسم الحج تعلن موافقة المجلس الرئاسي على استبدال أموال الحجاج من العملة المحلية بالعملة الصعبة مقتل ستة عناصر من قوات الصاعقة وإصابة آخرين في الجوارشة وشورى بنغازي يؤكد تنفيذ طائرة فرنسية دون طيار عدة غارات جوية على منطقة جنفودة والحظيرة الجمركية هدوء حذر في جميع محاور قتال ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت وبلد المدينة يصرف أكثر من مليونين وستمائة ألف دينار للأسر النازحة الولايات المتحده تشدد على ضروره دعم حكومه الوفاق لتجاوز التحديات الامنيه خاصه منها خطر ما يعرف بتنظيم الدوله وايطاليا تقول انها تعمل على تشجيع الحكومه على تشكيل الحرس الرئاسي اهلا بكم من جديد يشهد منفذ راس جدير الحدودي اوضاعا امنيه غير مستقره نتيجه استمرار الجدل حول الجهه التي ستؤمن المنفذ. المزيد في سياق هذا التقرير. يشهد منفذ راس جدير الحدودي اوضاعا امنيه غير مستقره نتيجه استمرار الجدل حول الجهه التي ستؤمن المنفذ. بيانات وتصريحات متبادله بين كتيبة الشهيد جمال الغائب وبلد زواره بشأن تأمين المنفذ ومطالبات لعقد اجتماعات بين بلدية الزوارة وبلديات الساحل الغربي لحل الأزمة نحن كدور اجتماعي وجزء من المنطقة الغربية في بلدياتها وفي مناطقها وفي مدنها وفي الأمانة العامة لمجالس الحكماء والمصالح على وجه الخصوص نسعى بقدر المستطاع لأن يكون هناك تهدية وعدم الأمور وعدم الانجرار الأمور إلى أمور لا يحمد عقباها في منفذ يطل على دولة مجاورة رئيس المباحث العامه بمنفذ راس جدير محمد مرضيه اوضح انهم وضعوا حلا وسطا بين كتيبه الشهيد جمال الغائب ومدينه زواره قائلا انهم يرحبون باي جسم تكلفه وزارتا الداخليه والدفاع بحكومه الوفاق الوطني اي تكليف يصدر من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخليه احنا بنرحبوا باي جسم او كتيبه او جهاز يتعاون معنا في حمايه وضبط حدود المنفذ معاون آمير كتيبة الغائب المكلفة بتأمين منفذ رأس الجير الحدودي طارق الغائب أكد أن قرار منح الشرعية للكتيبة بتولي مهام حماية المنفذ وتأمينه جاء بالتوافق بين بلديات الساحل الغربي وفقنا بالأمس في اجتماع ببلديات الساحل الغربي بمدينة صبراتة الاجتماع كان في مدينة صبراتة وتوصلنا لاتفاق بإعطاء الشرعية لكتيبة الشهيد جمال الغائب بتكليفها السابق من تصريحات الغائب قبلت بالرفض من قبل بلد زوارة في حين بيّنها عضو مجلس الشورى وحكماء زوارة صلاح دهان أنه ليس لديهم أي علم باتفاق البلديات معتبرا أن الاتفاق المعلن كان من طرف واحد وأن بعض الشخصيات المشاركة فيه لا تمثل أطراف رسمية الاجتماع تم بحضور عدد من الأشخاص منهم لا يمثل وليس طرفا في هذا الاتفاق سواء شخصيا او بصفته بين استمرار الجدل حول تامين المعبر من جهه وغياب الحلول الجذريه لحل الازمه من جهه اخري تواجه حركه المواطنين بين البلدين صعوبات وتتوقف اغلب الصادرات التونسيه الى ليبيا اتفقت المؤسسه الوطنيه للنفط وعدد من الشركات الاجنبيه العامله في قطاع النفط في ليبيا بعد عده اجتماعات في العاصمه النمساويه فيينا على ضروره فتح الحقول والموانئ النفطيه دون قيد او شرط ودعت المؤسسه الوطنيه للنفط بعد اجتماعات مع شركات النفط دعت الى نئي بقطاع النفط والغاز الليبي عن النزاعات السياسيه ووقف جميع الاعمال التي تنفذ ضد المنشات النفطيه والغازيه لاهداف سياسيه وكانت المؤسسه الوطنية للنفط قد أفادت بأن اجتماعات فيينا التي استمرت أربعة أيام تناولت استمرار توقف الانتاج والتصدير بسبب إقفال الموانئ النفطية الرئيسية من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية قال مكتب الاعلام بشركه الخليج العربي للنفط والغاز ان الشركه تحصلت على جزء من السيوله الماليه المطلوبه من المؤسسه الوطنيه للنفط لاعاده تشغيل حقل السرير النفطي. ونقل مكتب الاعلام عن عضو لجنه الاداره للعمليات والصيانه والمصافي رئيس لجنه الطوارئ بشركه الخليج العربي صلاح مسعود المنفي قوله ان المؤسسه الوطنيه للنفط وعدت بتوفير جميع المبالغ المطلوبه التي من شانها زياده الانتاج بالشركة وإعادته إلى معدلاته الطبيعية. وأشار المنفي إلى أن شركة الخليج العربي للنفط تنتج حالياً 85 ألف برميل يومياً مقابل 315 ألف برميل في شهر أبريل من العام الماضي. افاد مدير المكتب الاعلامي للقوه الثالثه المكلفه بتامين الجنوب محمد جليوان بوجود مجموعات متفرقه من عناصر حركه العدل والمساواه في مناطق زله ومحيط مدينه باري وعلى الحدود بالقرب من مدينه سبها أوضح جليوان في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن هذه العناصر توجد بأعداد قليلة وهي عبارة عن فلول المجموعات التي حاولت احتلال مدينة الكفرة في وقت سابق وتم دحرها من قبل أبناء المدينة، مشيرا إلى أنها لا تشكل تهديدا على المنطقة الجنوبية. وكان المركز السوداني للخدمات الصحفيه قد قال ان حركات التمرد في دارفور قد اعادت تمركزها في عدد من المناطق داخل ليبيا بعد ان عززت تحالفها مع بعض القبائل المحليه في المناطق الليبيه الغنيه بالنفط ونقل المركز السوداني عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها إن عناصر هذه الحركات تتمركز الآن في مناطق زلة وباري والقطرون بعد أن تم طردها في يناير الماضي من المناطق المحيطة بمدينة الكفرة أوضح المصدر أن القوة المتمركزة بمنطقة زلة يبلغ عددها نحو ألف عنصر فيما يصل عدد المركبات التي بحوزتها نحو 100 عربة وأضافت ال... المصادر حسب المركز أن قوة أخرى من هذه الحركات تتمركز في منطقة يباري والقطرون كما تتمركز قوة ثالثة مكونة من 350 عنصرا في منطقة مرادة قال المنسق الإعلامي للجنة رعاية موسم الحج أيمن الجليدي إن المجلس الرئاسي وافق على استبدال أموال الحجاج الليبي لهذا العام من العملة المحلية إلى العملة الصعبة وفق أسعار صرف الدينار من قبل مصر في ليبيا المركزي اوضح جليدي لقناتنا ان هذا الاجراء جاء بعد مطالبه لجنه رعايه موسم الحج المجلس الرئاسي والجهات المختصه بضروره مساعده الحجاج خاصه بعد الارتفاع الملحوظ في اسعار الصرف في السوق الموازيه واشار جليدي الى ان اللجنه ستنظم محاضرات توعويه للحجاج خلال الايام القادمه إلى هنا تنتهي أخبارنا ولمن فتته النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها مقتل ستة عناصر من قوات السعيقة وإصابة أخرين في الجوارشة وشور بنغازي يؤكد تنفيذ طائرة فرنسية دون طيار عدة غارات جوية على منطقة جنفودة والحظيرة الجمركية هدوء حذر في جميع محاور قتال ما يعرف بتنظيم الدوله في سرت وبلد المدينه يصرف اكثر من مليونين وستمائه الف دينار للاسر النازيه الولايات المتحدة تشدد على ضرورة دعم حكومة الوفاق لتجاوز التحديات الأمنية خاصة منها خطر ما يعرف بتنظيم الدولة وإيطاليا تقول إنها تعمل على تشجيع الحكومة على تشكيل الحرس الرئاسي. نهاية النشرة أشكركم على كرم المتابعة دمتم في أمان الله.